تاريخية، وبحال اللي قال سي مشيد هذا مجهود تم تجهيزه للقلب التفكير فيه في العهد ديال المجلس 2009 2015، ولكن التنفيذ الفعلي راه تم خلال المجلس السابق، واللي ربما تحصلت الثمرة ديالو إلى هذا الوقت ماشي عيب، عوامل ظروف ماشي مشكل، وقت ما جا الخير كينفع طبعا نستبشروا به خيرا. وطبيعة الحال السي مريجا دار واحد القائمة ديال الناس اللي خصنا نشكرو، أنا كناخذها من عنده وكنشكرهم. السي شفيق حتى هو راه كان في البيليكي وكان في البلوط ديبلاسمون ديال بعد. قاطعني السي مريجا. إذا أنا كنضيف كان هادشي كاع كله ديال السي مريجا اللي كان خصنا نشكروه كنتبناه وكنضيف ليه. أننا نشكرو طبعا صاحب جلالة حفظه الله، لأنه تزامن إطلاق برنامج ديال التنمية الدار البيضاء الكبرى مع إعلانه حفظه الله على تحويل مدينة الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي، واللي ربما هذا الهدف الاستراتيجي ديال الدولة يتطلب خدمات من درجة معينة وبجودة معينة، ماشي فقط في قطاع النقل وإنما في قطاعات أخرى، فلا بد أن نشكر صاحب الجلالة حفظه الله على العناية المولوية السامية التي يخص بها مدينة الدار البيضاء. ثم بعد ذلك لا بد أن نشكر السي نصيري. أرجع شوية لأخي لا بد أن نشكر الحكومة ديال الأستاذ عبد الإله بن كيلان التي قررت تعبئة 33.6 مليار ديال الدرهم، اللي 15% منها يمكن أكثر تخصص لتمويل النقل في الدار البيضاء 50%، ونشكر الحكومة ديال الدكتور سعد الدين العثماني لأنها وفات بهذه الالتزامات المالية. نتمناو الحكومة الحالية ونحن نستقبل رهانات جديدة ديال بلادنا أن تنظر بعين العطف على مدينة الدار البيضاء، فتخصص لها ما ينبغي من الاعتمادات كي تكون الدار البيضاء حاضرة ومؤهلة كما ينبغي في الاستحقاقات التي نحن نستقبلها. طبعا نحن كعدالة وطنية ما يمكنش نكونوا ضد اعتماد التسعيرة الحالية والمحافظة عليها في الحدود اللي كاينة معمول بها في الترامواي، إذا ما يمكنش نكونوا ضدها، وإلا فكانت الإمكانية بمناسبة إطلاق الخط الثاني ديال الترامواي نقولوا بانه هذاك مبرر كافي باش نزيدوا في التسعيره، والا فانما هذا يعني اختيار ديال الناس سياسي واضح ما كناش نقلبوا عليه. لكن حنا للاسف الشديد انا قلتها شحال من مره، السيده الرئيسه كتحرجونا كتجيبوا نقاط مهمه وكنكونوا موافقين على من حيث المبدا، ولكن تشوبها عدد من الشوائب اللي كتخلينا ما نوافقوش معها. ما غنرفضوش ولكن ما غنوافقوش، ما غنوافقوش لانه ما بغيناش نكونوا شركاء في خرق القانون. ادراج هذه النقطه في جدول الاعمال ديال مجلس الجماعه مخالف للقانون، قانون التنظيمي 113/14 كيجعل النقل الحضري العمومي من اختصاصات ذاتيه بالجماعه، وفي الماده 134 كينص على انه النقل الجماعي يمكن يكون من المرافق التي يمكن ان تنقل الى اختصاصات مؤسسات التعاون، والماده 139 من القانون التنظيمي كتنص بانه عند احداث مؤسسه التعاون وينقل اليها اختصاص معين فانها تحل محل الجماعه، بمعنى ان النقل في القرار ديال احداث مؤسسه ديال السيد وزير الداخليه كيتكلم في المادة جوج منه على أن الاختصاص ديال تدبير النقل العمومي كيخصو كتدبر مؤسسة التعاون،
لذلك السيد الوالي مشكورا مزيان مليح علينا هذه النقطة، ولكن هو غلط والمكتب غلط، لأن المكان الطبيعي ديال هذه النقطة هو المؤسسة ديال التعاون. هذا مجلس وهذا مجلس وهذا القانون، حنا كندافعوا على سيادة القانون. نعم ندافعوا على القدرة الشرائية. بالمناسبة السيدة الرئيسة مزيان أن زف للمغاربة ولأهل الدار البيضاء هذه الخدمة بين يدي شهر رمضان، ولكن غتكون أحسن لو كان الحكومة دارت إجراءات وتدابير كتحافظ على القدرة الشرائية وتنقص الأسعار، لأن كافة المواطنين في المواطنين الاكتواء ديالهم بأنهى بالأسعار أكثر من أنهم ينقلوا ينتقلوا في هذه الوسيلة ولا هذه. الحاجة الثانية، الحديث عن التسعيرة السي بريجة نناقش معاك قانونيا، كتكلم على أن المجلس والجماعي هو اللي كيحدد يعني السعر ديالاش ديال الخدمات، ديال الخدمات. حنا ما كنتكلموش على خدمة هنا، كنتكلموا على تدبير المرفق، والتدبير ديال المرفق راه كيشمل كل شيء بما في ذلك التسعيرة. وإلا القرار المتعلق بالتسعيرة ديال الحافلات اللي كتدبرهم أرزا فين تحدد؟ فين تحدد؟ تحدد في مؤسسة التعاون. مزيان غتقول لي بأنه راه باصوي حافلات أسي برجع، ماشي ترامواي، لا ترامواي معروف، لا تخامواي معروف، والباصوي بين قوسين هذا نقل عبر حافلات عنده واحد الخصوصية أنها تتم في مسارات خاصة ولكنه نقل عبر حافلات. ثانيا، إذا كان ترامواي كيكون في حدود ترابية جماعة الدار الإداريه، لكن هذا الباصوي راه كيخترق جوج الجماعات من عملة الوسط، جماعة دار بوعزة وجماعة ولاد عزوز. نقدر نقول لك واحد القضية وتأكد منها السي بريجة، اليوم الطوبيسات اللي كيمشيو في الاتجاه ديال مديونة وداكشي إلى آخره، لما كيوصلوا لجهة الدروة ما كيمكنلهمش يوقفوه، ما عندهمش الحق، لأن داك مجال ترابي ديال جماعة أخرى تابعة لإقليم آخر هو إقليم برشيد. لذلك المشكل عندكم هو أنكم وقعتوا في مخالفة للقانون، لأنكم ما عجزتوا على تفعيل الضوء ديال مؤسسة التعاون. فما يمكن لناش نكونوا شركاء في مخالفة القانون. الحاجة الثانية السيدة الرئيسة، إضافة إلى هذا الموضوع ديال مخالفة القانون اللي ما نقدروش نوافقوا عليه، بقات عندنا واحد العدد الأسئلة ما لقيناش عليها أجوبة. مزيان العرض اللي تقدم به السيد العارف البارح مشكورا، مهم مفيد غني كل شيء اللي بغيت، ولكن عندنا اسئله مباشره عندها علاقه بهذا الموضوع ما لقيناش عليها اجوبه. اولا، العجز الناتج عن استغلال جوج الخطوط ديال الترامواي يقدر حسب ما صرحتي به ب 100 مليون ديال الدرهم سنويا. مزيان، هاد لي دو هاد لي دو لين ديال باسواي راه بين قوسين غينضافوا للشبكه ديال الترامواي. بغينا نعرفوا شنو هو الحجم ديال العجز المرتقب عند تشغيلها باعتماد هذه التسعيره. الدراسه اكيد كاينه، انا متاكد بانها كاينه، ما عطيتوناش هذه المعلومه، وايضا ما عطيتوناش المعلومه شنو هو التصور الاولي ديالكم لتدبير هذا العجز الاضافي. أنا متأكد بأنه كاين الدراسة وكاين لا تدرب وكاين، ولكن بغينا من جهتكم أيضا بالإضافة لهذه المعلومة أعطيونا شنو هو التصور الأولي ديالكم لتدبير هذا العجز المتراكم. مزيان، أنا ما غنعاودش نقول الكلام اللي قال السي الحياة ديال أنه في الدورة السابقة ربطي تشغيل باصوي بتشغيل الخط الثالث والرابع، وبعد أسبوع فقط نحن نعقد هذا الاجتماع. هذا ماشي مشكل، على كل حال ما عنديناش نبقى نوريك بزاف. بقات سؤال ايضا، بقات جوج اسئله بسرعه. الاولى هو انه صورت السيد العبد بطريقه مباشره، الى خدينا فقط الترونسون المقطع الطرقي ديال باسواي في شارع القدس مثلا بالطور ديال مقاطعه عين الشق، بكل تأكيد أنه تبين تما بأنه وصلنا وقعنا في اعتداء مادي على عقارات ملكية الخواص.
واش عالجتوا هذا الموضوع؟ اشنو درتوا باش تعالجوه؟ طرحنا سؤال اخر، هذا نقل عبر الحافلات، ما عنده علاقه بالترامواي، في الاتفاقيه ديال الترامواي من النهار والمعمور كان فيها الباسواي، كيفاش التدبير ديال الاستغلال، كيفاش الاستغلال ديال الباسواي تعطى ديريكتوم بطريقه مباشره لإراطي بي دي اف اللي كتاكسبلوطي الترامواي؟ وهذا يمكن اكيد اكيد انه كان موضوع ديال تقرير ديال مجلس المنافسه الذي اشار الى ان المجلس اخلى بالمنافسه المفترضه، مفروض هذه خدمه جديده، هذا مافيق جديد، حتى اذا ما كناش كنعتبروا انه كيخصو يكون ملحق بالعقد ديال تدبير النقل عبر الحافلات مع ارزا، فعلى الاقل كيخصو يكون موضوع ديال اعلان طلب عروض جديد. فاذا هذه الاعتبارات اللي احنا بالنسبه لنا ما لقيناش على تساؤلات، ونظرا لاننا كنعتبر بان هناك مخالفه للقانون اللي ما نقدروش اننا نكونوا شركاء فيها، ولكن بالنظر الى اهميه هذه الخدمه واهميه هذه التعريفه الاجتماعيه طبعا الحال ما غنصوتوش بالرفض، ما غنصوتوش ايضا بالموافقه، غنبقاو في الامتناع، ونتمناو انه في الدورات المقبله تبقاو تحترموا القانون نتوما، وايضا نطالب بانه السيد الوالي يحترم القانون لانه فوق القانون فوق منا كاملين. شكرا.